بسم الله الرحمن الرحيم. لسه مكملين مع الاجريجيت اوبريتورز. كنا مع الصم وخدنا اخر مثال في الصم اللي كان بيجمع الاول الاوردرز اللي هي كانت الكميه في السعر، وبعد كده كنا بنجمع على حسب كل عميل يجمع لي بقى كل كمياته، الكميه في السعر بيجيب لي القيمه، وكان في الاخر بنصم كل الكلام دوت. هناخد نفس التمرين تاني بس هنعمله بحاجه اسمها نيستد كويري. نيستد كويري ان انا اكتب كويري جوه كويري، اللي احنا بنسميها في الاس كيو ال اللي هي مشهوره بكلمه سب كويريز. خلاص اهو جاي هنا اغير التكست، اخلي دوت اكزامبل 33. تمام، ودبل كليك اقول له هنعمل المثال ده ازاي. الاول هعرف var اللي هيشيل لي قيمة الناتج الكويري بتاعي، بيساوي ايه؟ قلت له والله انا عايزك from السي اللي هي customers. خلاص، وهتبقى مرتبطة joined او join مع الاو. ايه هو الاو؟ اقول له ام، المفروض اقول اسم الاو صح؟ اسم الاو بالنسبة لي هنا هيبقى ما بين قوسين كده نستد كويري. نستد كويري ال بتاعتي يعني الاو دوت ده الياس للتيبل اللي هيبقى هنا، اللي هنا هيبقى عباره عن ايه؟ هقول له فروم السي الكاستمرز، يقول لي ماشي. هقول له وفروم الاو ان سي دوت اوردرز، كده وصلت خلاص للاوردرز اللي جوه الكاستمرز. خلاص كده، مش بس هي اصلا جويند، انا بس عملت الحته اللي فوق دي عشان اقدر اوصل لمين؟ للاوردرز، لان الاوردرز دي داخليه مع الكاستمرز. جويند مع مين؟ هو جويند مع البي ان البرودكت، ان الايه البرودكت. طيب طالما قلت لي ان هي جويند مع البرودكتس هتقول لي جويند في انه حقل بانه حقل؟ قلت له بنقول له اون، وبقول له عارف الاو جدول اوردرز، اقول له اه، هيقول له اقول له حقل الاي دي برودكت او البرودكت اي دي لازم يكون ايكوالز البي برودكت دوت حقل الاي دي برودكت، فسلمته الحقل من الحقل اللي هيربط على اساسه. خلاص قلت له فروم من فين والعلاقه ايه، فاضل لي اقول له هات لي ايه، اقول له سيلكت نيو، النيو ايه بالظبط؟ قلت له السي دوت نيم، وعايز الاماونت بتاعتي فهسميه مثلا اوردر اماونت، وده بيساوي ايه؟ عباره عن الاو دوت كوانتيتي الكميه مضروبه في سعر المنتج اللي جاي من البرودكت دوت برايس. طبعا ده الالياس ايه بتاعه، يبقى يضرب الكميه في السعر ويسميهم اوردر ايه؟ اوردر اماونت. ده كله بالنسبه لي حتى القوس ده، لغايه القوس ده كله التيبل الثاني المتعلق بجدول الكاستمر. ايه الرابط ما بين الاثنين؟ لازم اقول له ايه؟ خلاص انا قلت الكاستمر وجويند مع الكلام ده. الكلام ده عباره عن ايه؟ عباره عن بيانات من ما بين الاوردرز وما بين البرودكتس، بيضرب الكميه في السعر. لكل الناس بتقول لا انا عايز بقى خلاتها متعلقه ما بين التنين بقى، ما بين الاثنين، ما بين السي وما بين الاو. ايه العلاقه ما بين السي وما بين الاو؟ الاو اللي هو ده خلاص اتفقنا، اللي هو عباره عن اسم بلس اسم ايه بقى؟ اسم ده جاي من الكاستمر، اسم العميل بلس مين؟ بلس الكميه بتاعت الاوردر. فاقول له اه الاثنين دول مربوطين بالاسم طبعا، اون السي دوت نيم لازم يكون ايكوالز، محدش ينسى ايكوالز دايما كتير بيساوي او دوت نيم، يبقى الاسم من سي دوت نيم اللي هو الاخ ده هيبقى مرتبط بيساوي الاو دوت نيم اللي هو الاخ ده اللي جاي منه النيم هنا اهوت. تمام كده، كده عملت الجوين ما بينهم. عايز يعني احطهم باسم هسميه انتو، احط انتو جدول جديد اسمه كاستمرز وذ اوردرز،
كاستمر ويز اوردرز ده اسم الجدول الجديد الناتج ما بين الايه العمليه دي كلها، كاستمرز ويز اوردرز. خلاص كده كلام جميل. اخر حاجه بقول له سيلكت ايه بقى من الكلام ده كله، اخد بالك اللي فات دوت ما كانش يعني السب كويري ده او النستد كويري ده عباره عن تيبل عادي اتربط مع جدول الكاستمر بشرط، فاضل وسميته اسم كاستمر ويز اوردرز، لكن لسه ما قلتش هات منه ايه. فاقول له هات منه ايه بقى، اقول له سيلكت خلاص نيو واحدد انا عايز سيلكت منه ايه، قلت له السي دوت نيم ادي اسم العميل كوما، وعايز التوتال اماونت الاجمالي الكلي، توتال اماونت القيمه الاجماليه الكليه، ودي بتساوي، واحسب بقى بتحسب ازاي. حسب ازاي بقى يا عمي؟ قلت له والله احنا كل اللي احنا عايزينه دلوقتي الاوردر اماونت اللي فوق ديت، بس اعمل لها صم. الاوردر اماونت اللي جاي من جدول الاو، الاو الاوردر اماونت دي عايز اعمل لها سمشن، فاقول له توتال اماونت ايكوال ايكوال ايه؟ قلت له روح على الجدول اللي اسمه كاستمرز ويز اوردرز، اللي هو بالنسبه لنا ده كله على بعضه، اللي هو السي جويند مع مين؟ مع الاو. فاقول له كاستمرز ويز اوردرز كاستمر ويز اوردرز دوت، عايزك تسمي لي، قال لي هتسمي ايه؟ قلت له هتسمي لي من الاو، من جدول الاو هسمي لك ايه؟ قلت له الاو دوت اوردر اماونت، طلع لي ادي النيم والاوردر اماونت اللي هم الاثنين اللي احنا عندنا دول. خلاص عرفهم منين؟ خلاص ما احنا مسمينهم اصلا او، وكل الجدول ده احنا مسمينه ايه؟ هو الاوردر اماونت. واقفل الايه؟ القوس كده يكون خلاص كده احنا خلصنا. ادي القوس قفلت، القوس ده طبعا ده قفلت السلكتات، انا كده مش هجيب غير الاسم والايه والتوتال اماونت اللي هي عباره عن حسبه من جدول الكاستمر، الكاستمر ويز اوردرز ده كله هيعمل سم لمين؟ من جدول الاو خلاص، اللي هو الاو ده طبعا في النيم والاوردر اماونت، هيعمل لي مين؟ هيعمل لي الاوردر اماونت يسمه لي. وبعدين خلاص بالنسبه لي الكويري خلص سيمي كولون. لو انا عايز اطبع في الليست بتاعتي الاسم والتوتال اماونت اجيب بسرعه اطبعه من الليست عاديه اهو، ليست دوت كلير وفور ايتش هيلف بس على الاكسبريشن العادي. ليست دوت كاستمر ماشي، الاسم يطبعه ما بين القوسين هيطبع لي بقى ايه، هيطبع لي الاكس دوت توتال اماونت بقى دوت التوتال اماونت. ونجرب كده المثال بتاعنا، ادوس على اكزامبل 33، قال لي ادي ايه كاستمر 130، صبور 700، بسمله 600، حكيم 1000 مع التجميع طبعا. طيب كده خلصنا الشغل بتاع السم، عايزين نتكلم لسه على المينيمم والماكسيمم والافريج، وبعد كده ناخد الاجريجيت. طب عايزين نشوف كده مثال على المينيمم بسرعه. ناخد كوبي من اكزامبل 33 ونخليه اكزامبل 34، وجاي هنا قايل له var expression. انا عايز اجيب مثلا على سبيل المثال اقل كميه موجوده عندي، فاقول له from cn customers عايز اوصل للاوردرز، فروم او ان اوردرز مش اوردرز بقى سي دوت اوردرز، عشان الاوردرز ده يعني داخليه ماشي. وبعد كده اقول له سيلكت لي مين، مفيش حقل واحد اللي هو او دوت كوانتيتي، خلاص ماشي جبت الكميه من الاوردرز خلاص. خلاص الف مبروك. كل ده انا عايزك تجيب لي منه المينيمم بتاعه، فاقوم عامل ما بين قوسين كده وجاي هنا قايل له ايه دوت مينيمم، تحوسه اقفله سيمي كولون. كده اكون جبت ايه اقل قيمه عندي لكل عميل، او ممكن اقوم جاي هنا قايل له برضو اطبع اقول
اقول له مينيمم كوانتيتي، واقول له اكس بقى دوت ايه دوت، مفيش غيرها دوت كوانتيتي فور اتش اكس. اه بس دي كلها هتريترن اقل قيمه في كله، لان دي بتاجريجيت دي بتاجريجيت خالص، مش في الكميات كلها وتجيب اقل قيمه، فمفيش انا مش هلف على حاجه يعني، مش محتاج ان انا الف. انا اقول له المينيمم كوانتيتي على طول، هقول له اكسبريشن دوت دوت ايه من غير دوت خالص يعني، عشان هي اصلا ده كله اتلخص ورجع لك اقل رقم متحط بقى، ده رقم بالنسبه لي يعني. ممكن استغنى عن ده كله خلاص كده، بس اقول له المينيمم كوانتيتي ويطلع لي على طول. لو جينا عملنا ستارت وجربنا الاكزامبل بتاعنا، لان اقل قيمه اتباعت هي 3. طب لو جينا اتاكدنا من البيانات بتاعتنا كده على السريع، هنلاقي ان والله ادي الاوردرات بتاعتنا ايه، كانت الاوردرات اول حاجه دي الكميه 20 10، وهنا كان في 3 اهي وفي 5، يبقى اخر حاجه اقل حاجه حتى الان دلوقتي 3، ده 20 ف 3. فعلا لما جينا جربنا طلع كام؟ طلع 3. طب كويس. وعايز اكد على حاجه كمان، افترضنا ان الحقل اللي انا بجمعه ده موجود في ليست، تبقى مشكله بالنسبه لي يعني. لو عملت كده مثلا وخدنا نفس التمرين عشان ما نقعدش نكتب تاني، نفس التمرين هو هو، وبالنسبه لي التمرين المره دي قلت له سيلكت الاو، بس سيلكت هنا وتعملها كده على اساس ان هما سيلكت ليست يعني، يعني مجموعه حقول مع بعض، هتلاقي ايه اللي حصل؟ مطلع لي ايرور. اه عشان انا ناسي كلمه نيو، معلش نيو. طب انا لسه بستخدم معاها دايما نيو. خلاص عدى الايرور وكل حاجه. لو جينا جربنا، خد بالك من اللي هيحصل، بس عايز اعمل 15 اللي حصل، طلع لي ايرور قال لي argument exception وفي ايرور. الايرور ده ليه بقى؟ قال لي الايرور ده ان المفروض مينيمم دي بتشتغل على حاجه واحده، طالما انت كده اديتني سيلكت نيو وعامل لي ليست، يبقى انا كده عندي مشكله ما اقدرش احدد المينيمم هو عايز مينيمم ايه. طب انا افترضنا عايز احدد، قال لي لو عايز تحدد تعمل انت يا سيادتك بقى، تقول انا هشتغل على الاو، الاو دوت اللي هو الجدول ده صح كده؟ اقول له الاو وعامل بقى الايه السهم بتاعنا ده، واقول له بعد كده او دوت كوانتيتي، فيجيب منها بقول له انا عايزك تجيب لي المينيمم من الاو دوت كوانتيتي، بس لازم نعمل الايه الاشاره دي الاول، يبقى كده هو هيجيب لي المينيمم بتاعها. لو جينا جربنا كده جاب لي اهو الرقم اللي انا عايزه، احنا عرفنا ازاي لو كان في ليست سلكت منها حاجه معينه اللي يجيب المينيمم بتاعها. طبعا كذلك الماكسيمم مش ضايع وقت فيه، هو هو التمرين 36 نفس تمرين 35 بالظبط، كنا هنغيره بس بدل كلمة مينيموم هنخليها كلمة ايه؟ ماكسيموم. ماكس وماكس هتخليه يجيب لي بقى ايه اكبر قيمه بس مش اقل، هي نفس القصه سواء كانت برضو بطريقه الليست او بطريقه مش الليست، هي نفس الايه نفس الفكره. فلو جينا رنينا جاب لي ايه اكبر قيمه، كام اكبر قيمه اوردر هو 20. لو رحنا زودنا اي اوردر، وخلينا الاوردر لو انا دوت مثلا، او الاوردر كان في اوردر كده 20 هنا تحت لوحده، خليناه 21 بتاع حكيم ده الكويت، عامل رن هيجيب لي اكبر قيمه 21. طبعا وكذلك برضو على السريع نفس الفكره في الافريج، لكن المهم الافريج شويه شويه شغل هتكلم عليهم، بس ده نعمل اول اكزامبل 37. قوم جاي هنا اقول له افترضنا ان انا عايز اجيب بقى مش ولا المينيمم ولا الماكسيمم،
انا عايز اجيب الافريج. قال لي ببساطه جدا لو جينا جربنا مثال مثلا بار اكسبريشن كده قمت قايل له فروم، انا عايزك من البي اللي هو عباره عن البرودكت، برودكت عايزك تسلكت لي منه، عايزك تسلكت لي ايه؟ قلت له البي دوت برايس سعر بس. بس قلت له بالاخر عايزك تجيب لي دوت ايه؟ افريج، يعني عايز متوسط الايه؟ متوسط الاسعار، متوسط الايه؟ الاسعار. وكذلك لو كان ليست بنفس الطريقه اللي فيها، يعني لو كان ليست برضه، لو كان جاي من ليست كنت هعمل نفس الفكره، كنت بعمل كده ده 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 ده. كنت عايز انا سيلكت مثلا نيو الليسته دي، خلي ده 2 خلي ده 1، كنت عامل برضو لسته، كنت اضطر ان هو انا بقول افريج، كنت مايل له ايه افتح قوس ومايل له بي وبيساوي سهم كده، اقول له انا عايز اجيب منه البي دوت ايه دوت برايس الافريج بتاعي، برضه هيجيب لي الايه المتوسط. اخد كوبا معامل هنا بيست، بس الاول انا كنت عايز ده بتاع الماكس ده مش بتاع المينيمم، ماشي. وده خلي لي الاي في جي او الافريج، وده هيطبع اللي موجود في ايه الاكسبريشن الاولاني او الثاني، الاثنين واحد، عرفنا بس المنظر ده. لو جيت عملت رن كده هيقول لي متوسط الاسعار عندك 35. طيب طب لو انا عايز اعمل يعني مثال كده مطور شويه عن الافريج، وعايز اجيب العملاء بتوعي بمتوسط قيمة الاوردرات بتاعتهم، يعني مثلا واحد بيشترى مرة ب 20 ومرة ب 30 ومرة ب 40، يبقى المفترض ان انا اجيب متوسط اللي هو 20 زائد 30 زائد 40 على الثلاثة يطلع معايا 30 مثلا، يبقى متوسط اوردرات الراجل دوت في متوسط الفلوس بيدفع 30، تمام كده؟ فانا عايز اعرف المتوسط عاملها ازاي؟ قلت له ماشي، وعامل كده اكزامبل جديد. اقول له بار اكسبريشن كده بيساوي، اقول له هتروح لي فروم السي اللي هي عباره عن كاستمرز خلاص، وهيبقى مرتبط في الاساس جويند مع الاو، والاو دوت عباره عن النستد كويري اللي انا هتكلم عليها دلوقتي. قال لي ايه هي؟ قلت له انا عايز اجيب بس الاوردرز والبرودكتس عشان اضرب الاوردرز والبرودكتس، عملناها من شويه. فروم الاو ان، عايزك ما تزهقش وعايزك تطبق الامثله دي عشان يعني تثبت في دماغنا، يعني قبل انا قبليكم يعني. فروم الاو خلاص، طب كده قلنا في فروم او ان سي دوت اوردر، طب هو فين اصلا فروم السي اصلا؟ ما تعتمدش على اللي بره خلاص، ده كده ليست تاني، فاقول له فروم السي ان كاستمرز فروم الاو ان الاوردرز او سي دوت اوردرز، وهقول له ده جويند اصلا، خلاص عملت بتاع السي دي عشان اقدر اوصل للاوردر زي، اقول ده جويند مع البي اللي هي عباره عن الايه البرودكت، برودكت خلاص. طالما قلت له جويند يبقى لازم اقول له فين مرتبطين فين اون ايه، اقول له الاي دي برودكت هنا مع الاي دي برودكت هنا، فاقول له او دوت برودكت اي دي يكون ايكوالز بي دوت اي دي برودكت كده. انا عرفته الاون الربط بتاعي، الجدول بتاعي اللي انا ربطته دوت ممكن اسميه اديله الياس، فهسميه كل الكلام دوت احطه لي جوه جدول، هتسميه انتو جدول مش مهم، احنا مش لسه مخلص، معلش احنا كده معلش ما انتوش كاستمر وسبت الاوردرز، الاوردر مرتبط مع البرودكت خلاص كده، الاوردر مرتبط مع البرودكت خلاص. عايز اجيب بقى اسم العميل والكم في السعر، يبقى انا كده خلاص وصلت، خلاص ربطت من الجدولين، هقول له بقى سيلكت نيو ليست الليست بتاعتك، قلت له اول حاجه السي دوت نيم، وعايزك تعمل لي الاو دوت كوانتيتي تضربها في البي دوت برايس، حلو. عايز اعمل لهم الياس عشان اعرف انادي عليهم فيما بعد، فقايل لهم ايه؟ اقول له اوردر اماونت بيساوي الكلام دوت، يبقى كده خلاص بقى الياس. ده كله
التيبل ده كله خلاص اصلا، او اللي جاي من البيانات دي كلها اللي هي عباره عن نيم والاوردر اماونت مرتبطين مع الاوردرز، اسف مع الكاستمرز. طالما مرتبطين مع الكاستمرز يبقى انا ممكن اقول لك عشان اعمل رابطهم مع كاستمر بجوين، يبقى طبعا الجوين ده لازم ننتهي بكلمه ايه؟ لما قلنا لازم عملنا جوين مع كذا يبقى لازم نقول له اون بقى، يعني بالظبط بي ان الاوردرز هي الاو ان الكوسين دول، لازم اقول له اون واقوم رابط الحقلين مع بعض. فقوم هنا قايل له طبعا الحقل هنا هو بالسي دوت نيم، ده هو اللعبه بتاعتي مع السي دوت نيم برضه اللي هي في الكاستمرز هنا، بس هنا طبعا تعتبر جدول الاو، فاقول او دوت السي او دوت النيم ايكوال السي دوت النيم، فاقول له بقى جوين مع اون هون ايه، قلت له السي دوت النيم ايكوالز الاو دوت النيم خلاص كده. كل بقى الكلام ده كله اللي هو الجدولين دول مع بعض هسميهم اسم انتو الكاست كاست وذ اوردرز، كاست وذ اوردرز، واقول له سيلكت نيو ليست. الليسته بتاعتي بقى قلت له اولا انت هتسلكت لي السي دوت نيم، قال لي ماشي، قلت له عايزك تسلكت لي الافريج بقى، انا عندي حتى الان الاوردر اماونت صح اللي مظبوط، قلت له انا عايز بقى اجيب الافريج بتاع الاوردر اماونت ديت، فقال له روح على الكاست ويز اوردرز ده، قال لي ماشي، قلت له عايز منه الافريج، قال الافريج بتاع ايه بالظبط، قلت له من جدول الاو اللي هو الاساسي ده، هقول له او دوت اوردر اماونت، فكده هيروح على ده اللي هو ده كله على بعضه، هيجيب لي منه الافريج او او دوت اوردرز اماونت، وكل ده انا عايز اعمل له ده الافريج بتاعي اديله بس الياس عشان يقدر يشتغل عليه، بسميه مثلا ايه اي بي جي اماونت بتساوي ايه الكلام ده كله، في الاخر نقفل بايه السيمي كولون كده، قدرنا نجيب متوسط بتاع مجموعه من البيانات. طبعا عايز اعرضها في ليست، هعرض طبعا ده كله في ليست، طبعا هيجيب لي بس النيم والاوردرز. ممكن كان في هنا تمرين في حاجه قريبه في الطباعه يعني، ايوه ده اكيد، واطبع اسم الاسم والتوتال ايه اماونت، انا اطبع الافريج اماونت بس، هذا كده في المثال بتاعي. عملت كلير وبعد كده فار اكس ان اكسبريشن كاستمر واقول له اكس دوت نيم، وطبعا اكس دوت نيم دي سليمه، اما دي اكس دوت افريج ايه افريج اماونت، فيجيب لي متوسط الايه متوسط القيم اللي بيشتري بيها العميل بتاعي ده. لو كده جينا جربنا وعملنا ران وستارت خدنا الريزام بتاعنا، المرة دي بقى قال لي 65 350 600 1050، ده المتوسط بتاعنا أرقام هنا طبعا عشان زودنا 21 صح، عملنا 21 مش 20. طيب بكده يكون خدنا المتوسط، كده فاضل لنا ايه؟ ماكسيم افريج، فاضل الاجريجيت. الاجريجيت بقى دي اخر واحده في المجموعه بتاعت الاجريجيت اوبريتورز اللي احنا شغالين عليها من فتره، عندنا كذا اكزامبل يعني. عشان تفهم الاجريجيت محتاجين نركز مع بعض شويه، لو جينا عملنا اكزامبل تاني جديد، قلنا مثلا عايزين نجيب كل منتج واتباع منه قد ايه في الاوردرات، كل منتج واتباع من قد منه قد ايه في الاوردرات. طب اتباع منه قد ايه في الاوردرات ده، انا بجمع بقى عمال اجمع كل هنا بقى، هنا باع 3 طب ماشي حط هنا باع 5 ماشي حط هنا باع، فاهمني ازاي بجمع؟ وهي دي فكره الاجريجيت، بس فكره الاجريجيت بتشتغل باسلوب يعني محتاج تركيز شويه. لو جينا فتحنا كده تعمل فار اكسبريشن بتساوي ترو فروم البي ان البرودكتس خلاص معمول لها جوين مع الاو اللي موجوده في النستد كويري اللي هنا، النستد كويري اللي هنا بيقول لك فروم السي ان كاستمر او كاستمرز
بعد كده فروم، انا مش عايز برضو الكاستمرز في حاجه، لكن عايز اقول له فروم الاو ان السي دوت اوردرز عشان اوصل للنستد ده، واقول له ده جوين مرتبط مع جدول البي اللي هو البرودكتس اون. طبعا طالما جوين يبقى لازم اقول له اون ايه، فهقول له اون الاو دوت برودكت اي دي بتساوي او مش بتساوي ايكوالز البي دوت الاي دي برودكت. خلاص كده حلو خلصنا. لا سلكتايه اقول له سلكت ليست، سلكت نيو، وادي الليست بتاعتي. قال لي ايه؟ قلت له عارف انا عايز الاي دي برودكت وعايز الاماونت بتاعته اللي هي الاو دوت كوانتيتي، صح ولا ايه؟ الاو دوت البي دوت كوانتيتي، ولا كان انا جدول البي دوت برايس مضروبه في الاو قفلتنا الكوس ولا ايه؟ لسه ما خلصتش اصلا، بس جاب لي بي دوت برايس لان انا عامل برودكت بره. ماشي او دوت كوانتيتي، خلاص كده تمام. وكده اكون خلصت الايه الامر الداخلي طالما وصلت للسلكت اللي انا عايزها من الموضوع ده. حلو بقى الجدول الثاني عباره عن جدول ما بيعرضليش غير الاي دي بتاع المنتج والكميه في السعر. طبعا عايز الياس، فاقول له مثلا ايه ده عباره عن نسميه مثلا الاوردر اماونت مثلا بتساوي اللي هو البرايس في الكميه. ماشي ده الجدول الثاني. طبعا قلت له البي برودكت مرتبط مع الجدول ده اللي هو او، ولازم اقول له اون ايه، فاقول له اون ايه البي دوت برو اي دي، طبعا اي دي برودكت بتساوي او ايكوالز الاو دوت اي دي برودكت. خلاص كده تمام. ده كله بعد ما خلصناه انتو هنحطه جوه جدول هنسميه الاوردرز. تمام كده جدول الاوردرز بقى اللي هو عباره عن ناتج الاثنين دول اتربطوا مع بعض البي بلس الاو، هتسلكت منه يبقى سيادتك قول انا عايز اسلكت نيو ليست، هي الليست بتاعتك. طول الليست بتاعتي اولا عايز اجيب رقم المنتج، رقم المنتج ده سهل عليا واضح من بي دوت اي دي برودكت كوما. طيب عايز بعد كده زي ما اتفقنا ان احنا نجيب كم مره توتال اللي هو اجمالي الاوردرات او قيمه الاوردرات كلها كام، فهعمل له كده الياس توتال، ده الياس بتاعي توتال اوردر اماونت بيساوي، واحسب حسبتها بقى. حسب ازاي بقى؟ هقول له هتروح على جدول الاوردرز، قال لي انه جدول الاوردرز ده تقول لسه عاملينه يا اخي، جدول الاوردرز اللي هو ده كله على بعضه اللي هو ناتج ايه البرودكتس مع الاوردرز دوت. قال لي ماشي، قلت له عايزك تعمل لي معاه عمليه اجريجيت. قال لي حلو قوي، افتح كوسك. قال لي الاجريجيت دي مشكله، يكون فاهمها كويس، ليها ثلاث اشكال. اول حاجه هنشتغل عليها حاجه اسمها سيد، حاجه اسمها سيد، طبعا هو عباره عن تجميع مجمع. المجمع ده بنحطه كل مره في حاجه اسمها السيد، ده اللي هو بنسميه ايه accumulator value، يعني اللي بنجمع جواه او بنرقم جواه الشغل بتاعنا لغايه لما نجمع النتيجه اللي احنا عايزينها. فاسميه مثلا المجمع ده اسميه او ام مثلا، خلاص اللي هو الاوردر ايه اماونت بتاعتي. حلو كوما. تاني حاجه قال لي لو جينا بصينا لها دي عباره عن حاجه اسمها فانكشن، والفانكشن دي بتشتغل لو جينا بصينا عليها بتقول لي دي الفانكشن دي accumulator function، دي الفانكشن اللي بتجمع كل مره to be invoked عشان تقدر تحط الكلام دوت مع each مع each element، مع each element تبدا تعمل ايه تجمع جواه. يبقى هو بيعمل ايه الفانكشن دي هي اللي بتجمع، خلاص زي فانكشن بتجمع القيم دي تحطها جوه السي دي
السيد فاليو. خلاص طيب طيب ماشي. الفانكشن دي بقى هنعملها ازاي؟ هقول له الفانكشن دي هعرفها بحاجتين A و O. واحد يقول لي طب الاو عارفينها، الاو دي بالنسبه لنا الجدول ده، الاو بالنسبه لنا الاو ده. طب ليه الاو ده؟ انا عايز الاو من او ده كله الاوردر اماونت، بس عايز بقى اجمع الاوردر اماونت زائد الاوردر اماونت زائد الاوردر اماونت زائد الاوردر اماونت واحطهم كل مره في مين؟ في الاي ده بقى. يعني ده كده يقعد يجمع 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 يجمع، ده البارامتر الاولاني، وده الايه؟ الثاني. ده اللي هي ايه؟ الاكوميليت. ده اللي الاكوميليت ده اللي هيجمع جواه. اما البارامتر الثاني دوت هو دوت الايه؟ الرقم اللي انا هجمعه. خلاص كده الرقم اللي انا ايه؟ هجمعه. دي الحاجتين اللي انا عايز ايه؟ اطلعهم اساسا. طيب ماشي. اديني بقى المعادله اللي هتشتغل مع كل رو. المعادله الشغاله هتبقى الاي زائد بتساوي كل مره في الايه تحط ايه؟ تقول عارف الاو عايز الاوردر اماونت، فياخد الاوردر اماونت القوس، فياخد الاوردر اماونت خلاص كل مره يجمعها ويحطها جوه الايه، يجمعها ويحطها جوه الايه، يحطها جوه الايه خلاص من الاوردر اماونت. طيب ماشي ماشي تمام كده. ايه اللي هو ام دي؟ اول حاجه دي السيد. السيد دي انا مش كتبت غلط، السيد دي اللي هو يعني هيبدا بكام، يعني البدايه بتاعتك الانيشال، انيشال اكيميليتور فاليو اللي هي القيمه المبدئيه اللي هيبدا بيها. انا هخليه يبدا بزيرو، يبقى هيبدا البدايه بتاعتنا بزيرو خلاص. وعندي ايه واو، الاي دي قيمه المخرجات بتاعتي، والاو دوت الجدول اللي هشتغل منه، فاقول له الاي بلس بيساوي الاو دوت اوردر ذا اماونت خلاص كده. هيجمع كل مره الاوردر ذا اماونت والاوردر ذا اماونت الثانيه والثالثه الى اخره خلاص. طيب وقلنا الاو دوت بالنسبه لنا اللي هو زي ما انت شايف كده الانونيمس تايب اللي هو عباره عن الانت اي دي برودكت والديسمال بتاع الاوردر اماونت، والاي دوت الايه البارامتر اللي هو هيبدا يطلع اساسا، والايه كل مره بتجمع ده. بس هو طلع لي غلط بيقول لي كان نوت امبليسيت امبليسيتلي كونفيرت تايب ديسمال تو انت، لازم تعمل كاست. طب هو ايه الانت؟ فين الانت اللي يجمع فيه الايه؟ انا مش محدد لها حاجه الايه يعني. الايه عشان بدا بدي يعني، عشان حسب دي طبعا الزيرو انت. طب لو قلت له زيرو دوت زيرو دبل ديسمال محتاج اعتبرها دبل. طب زيرو عايزين نعملها ديسمال دي تقريبا دي ام ام ديسمال بحط جنبيها ام تمام. فكنت ممكن اقوم جاي هنا واعمل كده يعني، واخد بالك كده ولا لا؟ كده انا حولت الايه؟ حولت الزيرو ده الى ايه؟ الى ديسمال بطريقه الكاستنج عليه. ممكن احط ام وخلاص ماشي، وكده احط ايه؟ سيمي كولون. يبقى كده السيناريو بتاعنا هيبقى ماشي ازاي؟ السيناريو بتاعنا كله في الحته بتاعت اوردر دوت اجريجيت. لازم تفهم البارامترز اللي عندك دي، لازم تفهم البارامترز اللي موجوده عندنا دي. كل الفكره كلها ان انا عندي سيت بدايه ده انيشال فاليو، وعندي هنا في الجنب دوت الاي دوت ده اللي انا هجمع فيه خلاص. عندي سيد وعندي حاجه انا هجمع فيها الفانكشن اللي هجمع بيها خلاص. هيجمع جوه مين؟ جوه الاي. عرف ان الاي ديسمال خلاص اوتوماتيك، لان دوت ده المخرج بتاعي. الاو ده الاو دوت الاو اللي انا مستخدمها فوق اللي انا عايز اقول له او دوت اوردر اماونت، فيجيب لي القيمه ويجمع جوه الاي، يجمع جوه الاي، يجمع جوه الاي، يجمع جوه الاي، وهيبدا بالايه؟ بالزيرو. وهيبدا بالايه؟ بالزيرو. الحالة دي لو احنا حبينا نطبع القيم اللي طالعة لي من النتيجة بتاعتنا دي عبارة عن اي دي بتاع المنتج والاكيميليتور اللي احنا عاملين نجمع فيه ده، فاقول له بقى نوت البرودكت واكس دوت اي دي برودكت. طيب واللي انا بجمع فيه ده بقى اسميه total order amount. ماشي يعني ممكن نقول dot total order amount ما بين قوسين كده، وكده هيطلع لي كل منتج ويجمع لي هو اتباع قد ايه. لو جينا كده عملنا run
هو جمع لي المنتج رقم واحد 130 كله على بعضه، رقم اتنين 100، ده 1200، أربعة مفيش، خمسة في 1050، ستة مفيش. عارف ان المثال بتاع الاجريجيت ده بيبقى محتاج مخ شوية، لأن أنت بتبقى عايز تعمل معادلة تجميعية. هدي مثال تاني كده نفهمه مع بعض بس مختلف شوية. لو أنا عايز أجيب أغلى أوردر مثلا، انا عايز اوريك يعني ايه فانكشن، عايزك تحس بالفانكشن دي. خلاص دي القيمه المبدئيه ماشي، ودي الفانكشن، دي البارامتر التاني دي عباره عن فانكشن على الطاير. عايزين نفهم الفانكشن على الطاير دي هنقدر نشتغلها ازاي، هنقدر نشتغلها ازاي. في واحد انا دايما بشتغل عليه، وفي واحد تاني بيبقى بالنسبه لي تجميعه او مخرج، مش شرط يكون كده برضو بس على حسب. فتعال نعمل مثال بسيط جدا يجيب لي كل عميل خلاص، ويجيب لي اغلى اوردر عمله في عنده، اغلى اوردر عمله عندنا، اغلى اوردر عمله ايه، عمله عندنا. وطبعا انا هجيب برضو الاوردر اماونت مش عارف ايه، فانا هاخد برضو من المثال ده حاجات كتير لغايه انتو اوردرز مثلا، واشوف انا هسلكت ايه عشان بس ايه ما نضيعش وقت. واخد ده كوبي، كل كوبي ومعاه من مثال جديد، اعمل مثال جديد الاول على الاجريجيت تاني. نفس المثال اللي فوق، بس عايز المره دي اجيب الموست اكسبنسيف. كل اللعبه اللي انا عايز العبها، عايز العبها في الفانكشن بتاعتي، يمكن على الاقل عايزها توصل كويس يعني. والله من البرودكت اللي جويند مع الاو، والاو عباره عن الاوردرز مع البرودكتس، وبيجيب لي البرودكت اي دي والاوردر اماونت بتاعته، وربطت الاثنين مع بعض وسميتهم انتو اوردرز. عايز سعر الثار دي، قلت له عايزين الكاستمرز والذير برودكتس. ايوه احنا مش هنربط بقى كده، احنا هنربط الاول هنا مع مين، مع يعني مش عايز، انا هخلي فروم سي، والسي دي عباره عن الكاستمرز. انا عايز الكاستمرز واكتر حاجه عملوها عندنا، يعني اكتر اوردر غالي عندنا، او عمل اكبر اوردر قيمه عمله عندنا. جويند الاو ان فروم السي كاستمرز فروم الاوردرز اللي جوه الكاستمر، وجويند مع البرودكت، وقلت له برودكت اي دي هنا مع الاي دي برودكت هنا، هات لي الاي دي برودكت خلاص، وهات لي الاوردر اماونت خلاص كده. وعشان اربطه بره مع ده كله هندلعه ونسميه الاو، بس نربط ده كله مع الكاستمر بره لازم يكون في علاقه نربطهم بين بعض. فهجيب النيم، طب النيم تجيبه منين؟ ما انا عامل كاستمر واوردر وبرودكت. فممكن اجي اقول له ايه، السي اللي هو كاستمر دوت نيم اسم العميل، عشان ابقى اربطه مع اللي بره. يبقى انا علاقه الربط بتاعتي سي دوت النيم اساوي الاو دوت النيم. خلاص كده، كده ربطت الاثنين كويس قوي. سميتهم ايه، اوردرز. الاوردرز ده عباره عن اسم العميل ورقم المنتج والايه والاوردر اماونت بتاعته. حلو، كلام جميل. اسلكت انا ايه بقى من الكلام ده كله مع بعضه لما يجوند مع بعضه؟ هقول له انا هسلكت الاسم بتاع العميل من السي دوت نيم، وعايز احسب الماكسيمم اوردر اماونت، اكبر قيمه اوردر عملها، ماكسيمم اوردر اماونت. وتعالى بقى نشوف هنعمل ايه. اولا هو هيشتغل على جدول اوردرز اللي هو عباره عن القصه اللي احنا عاملينها دي كلها. دوت اجريجيت جمع يا عمي، قال لي ماشي نجمع. هتشتغل على ايه؟ طبعا هو في ثلاث طرق للاجريجيت يعني، في او اوفرلودنج يعني، في عندنا ثلاث طرق اهم 1 اوف 3. انا هشتغل على الفانكشن على طول المره دي، لان المره اللي فاتت كنا اشتغلنا على السيد والفانكشن صح؟ المره دي اقول له لا انا هشتغل على فانكشن بس. قال لي الفانكشن ما فيهاش قيمه مبدئيه يعني، ما فيهاش قيمه مبدئيه. قال لي قول لي ايه الفانكشن؟ قلت له فانكشن على الطاير عباره عن تي و اس. تي و ايه؟ تي و اس. قال لي ماشي. قلت له عباره عن، قال لي قلت له التي دوت، قال لي النيم والاي دي والاوردر اماونت، هم دول. ما انت دلعت واحده تي ودلعت واحده اس، قلت له حلو قوي. عايز الاوردر اماونت من التي. الاوردر اماونت اللي موجوده في الايه؟ في التي، انا سميت مره بالتي ومره بالاس. لو كانت اكبر
من الاس دوت الاوردر اماونت بكده بقارن. لو التي اكبر الاماونت بتاعتها اكبر من الاس دوت اوردر اماونت في الحاله دي يبقى التي الاكبر صح، يبقى خلي معاك التي. الس يبقى خلي معاك الايه الاس، خلي معاك الاس. طبعا ده عباره عن كونديشنال ترينر، يعني ده عباره عن شرط، ده كله عباره عن شرط من الاكبر صح. كونديشنال ترينري التي دوت اوردر اماونت لو كانت اكبر من الاس دوت اوردر اماونت يبقى التي الاكبر ترجع التي. الس يبقى الاس الاكبر ترجع مين؟ ترجع الاس. يبقى باختصار الفانكشن عباره عن فانكشن بتاخد تو ارجمنتس، الاولاني منهم التي اللي هو عباره عن النيم والاي دي برودكت والاوردر اماونت، والتاني منهم برضو اس اللي هو برضو هو نفس الكلام النيم والاوردر اي دي والاوردر اماونت، وهي بتختبر الاثنين الاماونت بتاعت الاثنين وترجع منهم اللي هو الايه الاكبر، وهكذا 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 لغايه ما يتبقى معايا في الاخر مين؟ يتبقى معايا في الاخر الاكبر. فانا عايز اجيب بقى من الاخر ده كله، يعني اخر بعد ما ده كله يشتغل، لان ده بالنسبه لي ده كله على بعضيه كده صح، هيرجع لي يا التي الايه يا التي الاس. انا مش عايز منها غير الاوردر اماونت، كنت ممكن احطهم جوه متغير، بس انا طبعا خد بالك دي فانكشن على 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 ان لاين، يعني على الطاير دي كلها بترجع لي يا تي اس صح. فانا عايز بقى من التي والاس دي كلها عايز ارجع، مش كله التي كلها، لان التي كلها دي عباره عن ايه؟ عباره عن الانونيمس تايب كله اللي هو ده اللي هو سميناها اوردرز، اللي هو ده كله اللي هو النيم والاي دي برودكت والاوردر اماونت. فانا مش عايز منه غير الاوردر اماونت فقط، مش عايز منه غير. فممكن اقوم قايل هنا اعتبره ده كله يا تي اس او دوت، ويقول لي اي دي ولا النيم، ولا اقول انا عايز بس الاوردر اماونت من ده كله، انا عايز الاوردر اماونت من ده ايه؟ ده كله. في الحاله دي كده هيجيب لي طيب الماكس، طبعا لو عكست الاشاره هيبقى يجيب لي مين؟ المينيمم. خلاص هيجيب لي الاقل، خلاص الماكس اوردر اماونت، الماكس اوردر ايه؟ اماونت. في الحاله ديت هقول له ده بيجيب الماكس اوردر اماونت لكل كاستمر اللي معاه النيم، وبعد كده يجيب لك الماكس اوردر اماونت بتاع كل واحد. هقول له نقطه الايه؟ النيم او الكاستمر، واقول له هنا الاكس دوت نيم، وهنا عايز الماكس اوردر اماونت. الماكس اوردر اماونت لو جينا جربنا كده نلاقي ادي 100 600 600 1050، دول اكتر اوردرات نتيجه لضرب الايه الكميه في السعر بالاجريجيت. الاجريجيت قويه بس محتاجه تدريب على ازاي تكتب الفانكشن بتاعتها. يعني لو مثلا ناخد مثال كمان على اجريجيت، انا عارف ان اجريجيت محتاجه وقت وتركيز شويه عشان تقدر تستوعبها كويس، فانت تجربها بايديك. يعني لو احنا عايزين اعلى مثلا اوردر او اغلى اوردر بس وفي انه شهر، اغلى اوردر وفي انه شهر ماشي، عاملها ازاي دي بقى؟ قلت له ماشي، يعني احنا ممكن نقول ايه، هات المثال ده كده كله، او نعمل اول كوبي من الزرار بيست، واقوم جايب كوبي من نفس المثال، انا غير فيه بس ما يلزم عشان وقتنا، الحاجات دي محتاجه تطبقها وتاخد منك وقت كتير، لكن مهم. var expression c in customer join مع الاو from الكاستمر والاوردرز اللي جوه الكاستمر والبرودكت ومرتبطه مع بعض، وجبت النيم وجبت الاوردر اي دي وجبت الايه الاماونت اللي هي ضرب الكميه في السعر اون، وربطت بالنيم مع النيم وسميتهم هم كله على بعضيه جدول الايه الاوردرز. حلو قوي. وسيلكت نيو، قلت له اول حاجه انا عايز النيم وعايز الماكس اوردر صح كده، الماكس اوردر بس عايز ارجع الماكس اوردر ده، عايز يعني ارجع الحاجتين مع بعض، الشهر والايه. يعني الماكس اوردر هيبقى عباره عن حاجه مركبه من القيمه والشهر. فاقول له اجريجيت، اقول لي ماشي اجريجيت، قلت
له انا عايز اعمل اتنين سيد، يعني هلعب على متغيرين، يبقى لازم اقول له نيو وعامل اري كده ومايل له الاولانيه منهم حاجه هنسميها الاماونت، وده هتبدا قيمتها بزيرو والزيرو ديسيمال، حط ام كده، و حاجه تانية هسميها المانث، والمانث دي هتبدا قيمتها بفاضي، قيمتها بايه؟ بفاضي. ده السيد كوما. اخش بقى على الفانكشن، الفانكشن بتاعتي هتبقى عباره عن تي واس، وبسال لو التي دوت الاوردر اماونت، هتلاقي خط لما تي عندك اماونت ومانث، حاجه من الاثنين انت مظبط اللي جاي لك على اماونت ومانث، قلت له ماشي. لو التي دوت اماونت والاس دوت اوردر اماونت، اشمعنى انت قلت اشمعنى الاس؟ ما خلاص بقى، ما احنا زي ما عملنا قبل كده، الفكره الاولانيه اللي هي دي ان الاس هتبقى الشيء المرسل زي ما احنا قلنا ستايب اللي هو النيم والاي دي برودكت والاوردر اماونت، وده هيبقى ليه التي، مش ده كان ولا كان انا مثال، اه المثال اللي كان فوق، ماشي اللي كان فوق، ايوه ده بالظبط المثال ده، لما قلنا الاي والاو، قلنا الاو اعتبره انهما ستايب اللي هو الاي دي برودكت والاوردر اماونت، والاي كان هو اللي بيجمع فيه، على اساس ان احنا كان عندنا سيد صح كده، لكن المثال الثاني ده ما كانش عندنا اصلا، ما كانش عندنا سيد اساسا، ده كان فانكشن بس على الطاير على طول، فالفانكشن كان لنا مدخلين هما الاثنين وبيقارن انا الاكبر وانا الاصغر، ما كانش فيه سيد اساسا. لكن في المثال ده بقى المره دي لا، احنا عندنا اولا تي واس، فالتي بالنسبه لنا هيبقى يعني لا لخبطنا ليه اخر مثال مظبوط، بالنسبه لنا عندنا اماونت وعندنا مانث، هما دول احنا محددينهم، التي منهم عباره عن اللي هي الاماونت والمانث المخرج، والاس منهم اللي هو المدخل بتاعي اللي هو يبقى الاوردرز اللي هو ده خلاص، النيم والاي دي برودكت والديسمال اماونت، زي الثاني زي المثال الاولاني بالظبط اللي فيه سيد، واحد بجمع فيه وواحد المدخل بالنسبه لي هيبقى عباره عن الموضوع ذات نفسه، لكن التي ده بيبقى اللي انا هخرجه، اللي هخرجه انا ظبطت ان هو عباره عن اري اوف اماونت اند مانث، حلو. فقلت له تي ده المخرج، الاماونت بتاعته قيمته لو كانت اكبر من الاس اللي هي مدخله دوت الاوردر اماونت، يبقى في الحاله ترجع لي مين؟ قلت له التي، لان التي هي كبيره فخليها زي ما هي. طيب الس، قلت له اه الس مش هرجع الاس، لا ده انا عايز اخد منها قيمتها احطها جوه الاماونت، وقيمه الشهر احط جوه الشهر، ويلف مع الرول اللي بعديه يشوف الاس الجديده وعند التي اللي جمع فيها، ويقول لي ايه بقى؟ التي دوت اماونت اللي موجوده مثلا كانت 200، والاوردر اماونت الجديد ده بقى ب 1000، يقول لك هترجع ايه؟ مش هياخد ترو، الاماونت اللي عندي 200 مش اكبر، فيقوم داخل على دي، فدي بقى المفترض ان هي تسلم الاماونت بتاع الاوردر الجديد وتسلم المانث الجديد، ويلف اللفه الجايه الثالثه يلاقي ان الاماونت اللي جايه مثلا مش 1000 دي 500، يقول لك اه ده الاماونت كانت معايا في التخزين 1000، ال 1000 اكبر 500 اه، يبقى خليك زي ما انت عدتيه، يعني زي ما انت ايه عدتيه اللي هي اخر حاجه متجمعه. طب اعمل بقى ازاي هنا بقى للجديده؟ اعمل ايه للجديده؟ قلت له يبقى عباره عن ايه بقى؟ قلت له اه يبقى دي حاجه جديده بقى، نيو اري برضو، قال لي ايه هي بقى؟ قلت له الاماونت مش هتبقى بزيرو زي ما احنا كنا عاملين، التي دوت اماونت، التي دوت اماونت مش هتبقى بزيرو، قال لي امال هتبقى بايه؟ قلت له هتروح على الاس ديت طبعا هي بتاعت كبيره، وهات لي منها الاوردر ايه؟ اماونت، وهات لي منها الاوردر ايه؟ اماونت، حلو. و قال لي هو ايه؟ قلت له برضو التي دوت مانث هتجيب من الاس دوت ايه؟ مفيش مانث، كناش جايبين مانث ليه؟ بس اللي بتاعت الاوردرز ما كانش جايب المانث، كان النيم والاي برو اي برودكت والاوردر ايه؟ والاوردر اماونت، اه
نسينا نجيب المانث، المانث كان موجود في جدول على ما اعتقد، كان جدول الاوردرز باين، اوردرز دوت مانث، مظبوط كده؟ تمام. يبقى النيم والمانث والاي دي برودكت، ماشي. يبقى انا اقول له هات لي بقى من الاس دوت المانث، الاس دوت الايه المانث، مفيش بقى دوت اوردر المانث دي، خلاص. يبقى كده لو الفانكشن بتاعتي بقى ساب الحاجتين، الاس ده الحاجه ذات نفسيه، الاوردر ذات نفسه اللي هو بيجي لي كل مع كل رو، والتي اللي انا بجمع فيها، التي دي هي اصلا عباره عن اماونت ومانث، والاماونت بدا بزيرو ده الانيشال فاليو، والمانث الانيشال فاليو بتاعته فاضي. يسال الاماونت بتاعتي اللي هي فيها دلوقتي بزيرو يعني، هل هي اكبر من الاس دوت اوردرز الاولاني؟ طبعا هتطلع لا اول مره مثلا، فيقول لي الاوردر لا، فيقول لي مش اكبر، يبقى مش هيرجع لك التي، لا هيخش على ايه؟ على الحل الثاني. الحل الثاني عباره عن ايه؟ قلت له الحل الثاني عباره عن نيو، حاجتين هتعملهم، ايه هم الحاجتين اللي هتعملهم؟ الاماونت التي دوت اماونت الجديده بتاعتي هتجيب فيها الاس دوت اوردر اماونت وتحطها لي هنا، هو معلم لي عليها ايه؟ انفاليد ايه؟ ماست تايب ديكلير اماونت على طول ومانث على طول، مش لازم اقول تي. طيب يبقى الاماونت بتاعتي على طول بتساوي الاس دوت اوردر اماونت، ياخد اوردر اماونت يحطها جوه الايه؟ اماونت. والمانث بتاعها هيساوي اس دوت الايه؟ المانث، بيحط لك جوه الايه؟ جوه المانث. وبكده اقفل دي كده، يعني نزلنا الحاجة أكتر من سطر وساعد يعني. ده الكوس بتاع انه بتاع ده، ده ايه ده؟ ده الكوس بتاع الدول بقى، اللي هو النيم والماكس اوردر اللي هو هيساوي الحسبه دي، تمام كده؟ هو مزعلني من نيو، ممكن اطلع نيو فوق، برضه زعلان ليه؟ وده كونديشنال ترينر عادي، شوف الشرط وعلى اساس ده هرجع التي، هرجع ليه؟ بس التي دوت عادي يعني، هو المفروض الانونيمس بتاعنا ديسيمال اماونت وسترينج مانث زي ما طلع كده، ودي ديسيمال اماونت وسترينج مانث يعني المفروض تبقى برضه فيهاش اني بروبلم يعني. اس دوت مانث قفلنا الاقواس، ليه بيقول لي مش قادر احول ليه؟ وهنا دول اللي المشكلة، ده هو التي كده كده اصلا ده نوعه اللي هو اماونت ومانث صح؟ فيتحط جوه التي، واللفة الجاية لو كانش يبقى هياخد الايه؟ النيو والاماونت والايه؟ والمانث. في اقواس هنا زايدة تقريبا كده، بس مالها دي ومال الضرب فوق؟ دي تاني المانث ده نوعه ايه؟ ايوه صح كده، لان لما حطينا الاس دوت مانث جوه المانث، المانث هنا احنا عرفناه ان هو ايه؟ فاضي، فاضي ده كده معناه ان هو فاضي يعني فاضي سترينج، والاس دوت مانث دي اصلا كانت بتسجلها عندنا ايه؟ كانت بتسجلها انت، لازم اقول له دوت تو سترينج كده، مظبوط. هو كان بس عنده مشكله في التحويل ده، وفي الحاله دي كده انا اقدر يعني اعرض له بقى الاكس دوت ماكس اوردر الجديد. اتمنى ان يكون المثال ده واضح واطول شويه، بس ممكن يكون واضح فكره الفانكشن وفكره السي التاني. لو جينا جربنا بقى كده هطبعنا ايه؟ او هطبعناش صح اساسا، نقلب على طول احنا كاستمر، ماشي هات لي الكاستمر نيم، مش بس
الاكس دوت ماكس اوردر ده هيبقى بالنسبه لي ده اصلا متعشق في اماونت ومانث، صح؟ ما اعرفش اعرضها ازاي، لكن لو جينا جربناها عرضها لي اهو بس مش باينه. اقف على الليسته كده واقول له السكرول، خليه فين السكرول عشان يبدا يعرض لي لو كانت يعني العرض الباقي كله يكمل، بحيث ان اقدر اشد كده واعرض ال مش عايز اولويز فيزبل. لا في الهوريزونتال والفيرتيكال، ادي هوريزونتال سكرول بار فولس، قلت له خليه يا عمي خليه ترول ترو، اجرب كده ادي اهو عرضهم لي فعلا بير اوف اماونت ومانث. كنت ممكن طبعا اقول له لو انا عايز واحده منهم بعينها يعني بحيث ان العرض بتاعي يبقى ادق شويه، كنت ممكن اقول له مش ماكس اوردر بس، اقدر اقول له ماكس اوردر دوت يطلع لي منها الاماونت او المانث واعرض منها اللي انا ايه الحاجه اللي انا عايزها، يبقى كده عرض لي اكبر اكبر قيمه في كل شهر، موست اكسبنسيف اوردرز في على حسب كل ايه حسب وفي انه شهر، يعني في انه شهر كانت اكبر حاجه ايه كانت في انه شهر. كده نكون يعني خلصنا الجزء بتاع دوت بتاع الاجريجيت اوبريتورز، الكاونت واللونج كاونت والسام والمينيمم والماكسيمم والافريج، واهم حاجه عندنا كانت الاجريجيت اللي كان فيها شويه ايه شغل. وبكده يبقى احنا فاضل لنا بس الايه جينيريك اوبريتورز قبل ما نخش بقى على شغل الداتابيس ان شاء الله.